وبكره قال لك ناخد باب الحقوق والحريات. مستعجلين جدا. واعتقد ان جزء من الاستعجال ده لقاء الرئيس بالشخصيات اللي عشان يبدو انه في توافق وطني وبيسمع الناس كلها. لا هو شوف انا ليا تفسير اخر للقاءات السيد الرئيس في الحقيقه التي يعني ظهرت فجاه. يعني القوى السياسيه موجوده في التاسيسيه والمشاكل اللي احنا بنعاني منها والكلام احنا بنقوله. وانا في الحقيقه مع احترامي وتقديري الكامل لمقام الرئاسه، انا شايف ان الرئاسه جزء اساسي من ازمه الجامعات التاسيسيه. سواء باصدار القانون المشؤوم ده 79 لسنه 2012 الذي شهد انحرافا بالتشريع لم تشهده مصر منذ عرفت فكره القانون وحتى الان، يعني مش بس من اللي هو الرئيس مرسي حصن الجمعيه دي من خلال القانون، يعني حتى التحصين له اصول. يعني حتى لما هم واضح انهم في القانون، يعني الماده الاولى تقول ايه؟ وقرارات المنتخبين الاعضاء المنتخبين تخضع للرقابه على دستوريه القوانين. اول ما عندناش حاجه اسمها رقابه على دستوريه القوانين مباشره. يعني ما فيش حاجه في القانون ان هي رقابه. يعني ايه رقابه على دستوريه القوانين؟ ولذلك ده كان تحايل على الحكم القضائي اللي صدر في الجمعيه الاولى. ده هي الفكره. الامر الاخر وهو رغم انه ما تصدقش من قبل المجلس العسكري شرع بعد شهر بالظبط انه يصدق، هو جزء من ازمه اللجنه التشريعيه. طبعا طبعا الرئيس مرسي نفسه يعني القانون الذي ثم فضل على انه كان وعد ده الاخطر بانه هيغير او هيضيف اعضاء التوازن واخلف هذا الوعد كالعاده. طبعا طبعا للاسف الشديد. الاخطر من كده ان القانون ده في حاجه عجيبه جدا، الماده الاولى فيه مشكله والمادة الأخيرة فيه مشكلة، يعني وكأن القدر حبس هذا القانون بين مادتين كلاهما مصيبة. المادة 12 بتنص على حكم جميل جدا. يعني شوفوا احنا طبقنا الوحش وسيبنا الحلو. المادة 12 الذي لم ينتبه إليها الكثيرون قالت إيه؟ قالت أن أعضاء المئة إذا كانوا عاملين في الحكومة، إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو شركات القطاع الأعمال أو القطاع العام يتفرغوا لاداء مهمتهم في الجمعيه التاسيسيه مده 6 شهور وياخدوا مرتباتهم. طبعا ده نص قانون. دي مخالفه فاضحه عملها الرئيس. عينهم عنده يبقى اذن انت القانون الذي اصدرته القانون الذي اصدرته يقول بتفرغ هؤلاء 6 شهور وياخدوا مرتباتهم علشان ما يروحش حتى شغله الوزير بتاعه يقول له خلي بالك من مشاكلنا في التاسيسيه على اساس يستقل. فانت رحت وزرت ونفعت 25% من اعضاء الجمعيه وما بالك بالذين ينتظرون. يعني والذين ينتظرون ويقدمون السبت والاحد والاثنين والثلاثاء. حاله من حالات انا اسف استخدام التعبير صفاقه في مخالفه القانون، واللي مش عاجبه تروح في الحيطه. في صفاقه يعني هو في تعمد. خلينا استخدم لفظ قانوني لان انا راجل قانوني. يعني في تعمد في مخالفة النص القانوني، وفي الحقيقة تطبيق القانون يعني على الهوى وعلى المزاج، وده يفقد قيمة القانون نفسه. لما احنا قعدنا بحث ده قانون اتلفه الهوى اتلفه الهوى صحيح تدعسيك كمان عبد الجواد. فلما احنا كنا بنقول يا اخوانا انه المفروض انه طيب الرئيس لما قالوا لا الرئيس يتدخل في التأسيسية ازاي؟ التأسيسية دي مستقلة عن الرئيس. طيب احنا دلوقتي قلنا يعدل القانون ويخلي التصويت 70% ونخرج من اشكالية 57 و67 وكلام من ده. لا من مصلحة الحكم في مصر ان يصدر دستور ديمقراطي ومتوازن، لان صدور دستور بغير هذا الوصف سوف يزيد الازمة السياسية اشتعالا. يعني لا يتصور البعض ان مجرد ان الجماعات التاسيسيه تقذف الدستور في وجوه الشعب ثم بعد ذلك يذهب به الى استفتاء يعني سوف تزيف نتائجه بطريقه او باخرى وتيجي تقول لي خلاص انا استقريت. لن تستقر الامور. هذا الدستور لن يكون ده بيبقى الاساس فاسد والاسمنت مغشوش. ده صحيح. العماره هتقع. ده صحيح. وما ليه معتقدين يا دكتور انه الرئيس مرسي سيعيش ابدا؟ او انه الرئيس هيبقى اخواني طول العمر؟
واللي الاخوان لن يطبقوه فابدا فبيعملوه لنفسهم صلاحيات يعني في 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 اطار في اطار نظام ديمقراطي يضمن تداول السلطه ويحمي الحقوق والحريات ويوازن السلطات يحكم من يحكم الى من الى ان يشاء الله. مش اي مشكله بالنسبه لي. في مشاكل لازم مدتين ويمشي. ما هو مدتين ويمشي. لا ما هو ممكن يجي واحد تاني منه ما فيش مشكله. يعني انا عايز اقول لك ايه المشكله الاساسيه مش في مين يحكم. لا المشكله لا. الاساسيه في انه لو الصلاحيات دي مع رئيس مش هيحكم غير الرئيس او هو يريد الرئيس ما هو هيفضل طول عمره كده. اذا شوف شوف خلينا بس لما انا اجيب لك الرؤساء الهيئات القضائيه براحتي ومزاجي وهوايا وما اجيب لك رئيس الهيئات الرقابيه بهوايا طب ما انا اقعد في الحكم ده انا او انا عايز بس او عضو مكتب الارشاد اللي جنبي علشان ما ننساش ما ننساش حكايه المقابلات. انما الفكره انه لو عندي نظام ديمقراطي جيد يضمن تداول السلطه الرئيس هيجي زي الالف يحكم مفيش اي مشكله. يعني في امريكا ايه المشكله يجي رئيس جمهوري 3 4 مرات ولا حاجه. يجي رئيس ديمقراطي 3 4 مرات ولا في سيستم في نظام في دستور محترم. صحيح. انما لو ان انت ليس لديك هذا الدستور المحترم الديمقراطي الجيد الذي يؤدي الى تداول السلطه بعد 4 5 6 سنين لو الدكتور مرسي مثلا خد مدتين ومش متصور 7 8 7 5 6 7 سنين الحاله الثوريه تقعد في مصر. لا هتنتهي وهتتاكل وما عادتش موجود. يبقى ممكن يجي بعد كده يقول لك تلاقي ناس يقولوا له لا عدل الماده 76 على اساس بدل ما تكون مدتين تبقى 3 مدد تبقى 4 مدد تبقى 5 مدد. للابد للابد لان اليه النظام هي اليه مستبده. انت الان بتتكلم وتقول ايه ده لا يمكن يحصل. لا ممكن يحصل طبعا قوي ممكن يحصل وهو يتعامل دستور فرعوني يحصل ولذلك يرجع تاني لحضرتك مش عايز تفلت هذه النقطه. لا انا في تصوري وهو ان الرئيس إنه جزء من الازمه مش جزء من الحل. لا جزء طب اللقاءات دي لا جزء من الازمه اللقاءات دي اللي النهارده الاستاذ ياسر علي لا اولا انا حد بيقول انه اتحلت 90% من مشكله مواد الدستور لم يحل باتفاق مع الرئيس القوى السياسيه. لم يحل شيء. لا انا يعني لم يحل شيء على الاطلاق وما زالت اشكاليات عدم التوافق على كثير من نصوص الدستور. والذين خرجوا وصرحوا زي الاستاذ حمدين صباحي وزي بعض الناس اللي احنا على صله بيهم من اعضاء الجمعيه التاسيسيه قالوا لقد استمع الرئيس لدينا استماع جيد وابدى يعني بشاشه ولكنه لم يعد بشيء ولم يتحدث في شيء. ليس هناك اي إمكانية في الحقيقة وليس هناك أي بوادر لهذا الأمر. أنا تفسيري كالآتي. هو في مجموعة من القوى الوطنية لم يعد سرا يعني في مجموعة من القوى من الأعضاء داخل التأسيسية بينسقوا مواقفهم من أجل اتخاذ لدينا خطوط حمراء وأنا قلت هذا أكثر من مرة. ولن نقبل تقييد الحقوق والحريات ولن نقبل أن يتضمن الدستور نصوصا غير مألوفة في الدساتير. ولذلك في الحقيقة بيجتمعوا وكان لديهم تصورات من اجل وضع خطوط حمراء و اذا تم تجاوز الخطوط الحمراء هتنسحب. هم سمعوا ان انتوا بتجتمعوا وهتنسحبوا فقال الجماعه دول. لا احد زملائنا كان موجود في احدى القنوات الفضائيه قال هنقعد بكره وننسحب. لقينا فاكس جاي واحنا قاعدين ولا ده ما اعرفش ايه وبندعوكم للقاءات وما اعرفش الرئاسه ده الكلام ده كان يوم الجمعه. اللقاءات تتابعت السبت والحد والسبت والحد يعني ولذلك هي قرايه واضحه ومفهومه جدا. شوف يعني اللي احنا قلناه على ان خطه اخوانيه هي خطه اخوانيه الحل حول الاجهاض التجمع وتوحد القوى السياسيه المدنيه جوه اللجنه على الانسحاب اذا ما مس بمواد الحريات والمواد الاخرى. لا وكمان خلطه الدستور يعني مش مساله حريات خلطه الدستور خلطه الدستور لان النهارده الدكتور ركز على طبق اليوم وخلطه الدستور خلينا هتجيب بالمناسبه في بعد الفصل يجيب الشيف رمزي وعلى المره الدكتور جابر هيكمل معاه بعد الفصل. انت فعلا هتدفع نص في تي اي داتا مع عرض نص عليك ونص علينا. ادفع النص مع تي اي داتا. بطاطس الطعم اجمد ولا البطاطس؟ انت فعلا هتدفع نص في تي اي داتا مع عرض نص عليك ونص علينا. تخفيض 50% لمدة 6 شهور على كل الاشتراكات. ادفع النص مع تي اي داتا. you
بطاطس، بطاطس جديدة طعمها حيحيرك. بطاطس الطعم أجمد ولا البطاطس؟ انت فعلا هتدفع نص في تي اي ديتا مع عرض نص عليك ونص علينا. ادفع النص مع تي اي ديتا. بطاطس الطعم اجمد ولا البطاطس؟